عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إن شاء الله هنشرح مع بعضنا بناء عن طلب التابعين طريقة رسم الورد البلدي. إن شاء الله هنعمل 5 أشكال بالنسبة لرسم الورد البلدي بالنسبة للناس المبتدئين مش عارف يرسم. نبدأ مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة، بس قبل ما نبدأ إن شاء الله ما تنسوش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا نشوف طريقة التنفيذ خطوة بخطوة. تابعوا معايا. أول حاجة هنبدأ نعملها يا جماعة بالنسبة لرسمة الورد البلدي، هنبدأها نعمل اللوزة من جوه أو شكل البيضاوي زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل خط كده في النص كده، تمام. بعد كده هنعمل دوران زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنعمل الخطوه دي بدوران كده، تمام. بعد كده نجيب العمود من الناحيه دي، بعد كده هنعمل عمود من الناحيه دي زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. ده شكل الورده من اولها. بعد كده هنعمل دوران ورده اللي هي الورقه بتاعتها اهي، دي ورقه من الخارج. عايزين نعمل ورقه ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نعمل الكاسه بتاعت الورده، زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. دي اسمها الكاسه بتاعت الورده، زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. دي اول حاجه بالنسبه ايه للورده البلدي. هنعمل الكاسه الناحيه دي والناحيه الثانيه نفس النظام، زي ما عملنا هنا هنعمل الناحيه الثانيه نفس النظام بالدوران كده. زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب، ده شكل ايه الورده. ده اول حاجه دي الكاس اللي احنا بنعملها. عايزين نعمل ورقه تانية من بره زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه اهي. نبدا نوصلها كده، دي ورقه تانية. هنبدا نوصلها هنا زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل ورقه من ايه من الخارج. هنعمل ورقه تانية من الناحيه التانية من الخارج نفس النظام، زي ما عملنا هنا هنعمل الناحيه التانية نفس النظام. تمام. عايزين نعمل ورقه برضك من الناحيه الثانيه من الخارج من فوق اهي. تمام يا شباب، هنعمل ورقه ثانيه برضك من الناحيه الثانيه نفس النظام. ده شكل الورقه، شكل الورده زي ما حضراتكم شايفين. في اشكال كتيره جدا، ده شكل من ضمن الاشكال الورده البلدي. نعمل تمام، هنعمل دوران كده زي ما حضراتكم شايفين. يبقى كده ايه الورده البلدي كده خلصت. عايزين نعمل الورقه اللي هي بتاعت الورده البلدي، الورقه بتاعتها اهيت. ورقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه يا شباب. كده بالدوران كده، تمام، وتعمل الشكل ده بالدوران كده منحنى. ده شكل الورقه بتاعت الورده البلدي، تمام، اللي هي الخضراء. تمام، نعمل الواحدة التانية الناحية التانية برضه زيها بدوران كده، تمام، ونبدأ نجيبها بدوران كده زي ما انتم شايفين كده يا شباب. تمام، ده الساق بقى بتاع الوردة بالشكل ده الجميل ده. شايفين يا شباب ده شكل الورده البلدي، ده اول شكل. هنعمل شكل تاني بالورده البلدي بشكل تاني مختلف يعني زي ما حضراتكم شايفين يا شباب. نبدا نعمل الدوران بتاعها او شكل البيضاوي بتاعها او اللوزه، تمام. هنعمل دوران كده، شكل العين بالظبط زي ما حضراتكم شايفين، ونكمل بيت الدوران بتاعها كده لفوق، تمام، وننزل بالدوران ده كده. ده شكل اللوزه او شكل البيضاوي بتاع الورده البلدي. هنبدا نعمل دوران من فوقيها، نعمل ورقه ثانيه من فوق او اللوزه بتاعتها واحد ورقه ثانيه من فوق، تمام.
تمام كده يا شباب. هنبدأ نعمل ورقة تانية، احنا كده عملنا الرزة بتاعتها او شكل البيضون بتاعها، هنعمل ورقة تانية من فوقيها. تمام كده يا شباب، هنعمل ورقة تانية من الخارج. تمام ده شكل الورقة زي ما حضراتكم شايفين. طب احنا عايزين نعمل ورقة تانية، تمام هنعمل دوران كده برضك. الشكل ده يا شباب بمنحنى كده للزاوية دي، دي ورقة من الخارج. عايزين نعمل ورقة تانية الناحية التانية نفس النظام من الخارج اهي. ده شكل الورقة التانية اللي احنا عملناه، ورق من الخارج كده وورق من الناحية التانية من الخارج. عايزين نعمل بقى ورقة كبيرة، نكبر بقى الورقة التانية دي، أو بمعنى أصح بنسميها معذرة يعني اللي هي الكاسة. ده شكل الكاسة يا جماعة اهيت، ودي الورق منحنية متنية كده، ودي ورق من اتنين من فوق، ودوت اللوزة. تمام عايزين نعمل بقى أفرع أو ورق من فوق، ورق من ناحية ورق من ناحية ورق من ناحية زي ما حضراتكم شايفين يا شباب. هنعمل ورقة كده تمام، ورق الناحية التانية كده بالشكل المنظر ده الجميل ده. ده شكل الورقة بالنسبة للوردة البلدي بشكل جديد، شكل جميل يعني. دي ورقه الناحيه دي، عايزين نعمل ورقه الناحيه الثانيه. احنا عملنا ورقه الناحيه دي، نعمل ورقه زي ما عملنا هنا، هنعمل الناحيه الثانيه. تمام يا شباب، الطريقه سهله جدا ومع بعضنا واحده واحده وخطوه خطوه، ما فيهاش اي صعوبه. تمام كده يا شباب، ونعمل ورقه ثانيه من الداخل اهيت. بالشكل ده يا شباب، ده شكل الورقة. عملنا كده ورق من تحت، ورق من اليمين، ورق من الشمال. عايزين نعمل أفرع ورق تاني فوق. تمام اهيت، دي شكل ورقة صغيرة. ونعمل ورقة تانية برضك، تمام يا شباب. عايزين بقى نعمل ايه؟ ورق بتاع الشجر اللي هو الورق الاخضر بتاع الورده البلدي. تمام هنعمل شكل الورده، الورقه دي الورقه الخضراء اهي بتاعت الورده بالشكل الجميل دوت. نعمل واحده بالدوران برضه زيها، زي ما حضراتكم شايفين. عايزين نعمل ورق برضك زي دي فوق عشان تدي منظر جميل. ده تاني شكل بالنسبة للوردة البلدي زي ما حضراتكم شايفين، شكلها جميل جدا. نعمل واحدة تالتة، هنبدأ أول حاجة هنعملها اللي هي الكاسة بتاعت الوردة. تمام هنبدأ نعملها كده بالخط ده كده هرط بالدوران ده كده. ده شكل الكاسة أول حاجة هنعملها، ونعمل الناحية التانية نفس النظام. ده شكل الكاسة يا جماعة، هنعملها بدوران بقى كده. ده شكل تاني بالنسبة للوردة البلدي الجميلة، أشكال مختلفة. ده الشكل التالت الجميل. بعد كده يا جماعة هنبدأ ايه؟ هنجيبها بدوران كده ده الشكل الجميل ده كده. الطريقة سهلة جدا مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة. ده شكل الكاسة يا جماعة. عايزين نعمل بقى ورقة للخارج، الورق بالنسبة للوردة انا هيت.
دي الورقه متنيه كده من الخارج، عايزين نعمل بقى ورق من فوق، تمام؟ مع بعضنا واحده واحده وخطوه خطوه. ده شكل الورقه التانيه اهيت. بعد كده نعمل ورقه تانيه. بعد كده نعمل ورقه الناحيه التانيه. بعد كده نعملها بالدوران ورقه تانيه. بعد كده نجيب ورقه تانيه من فوق. ده شكل الورده الجميله اهي يا جماعه. عايزين بقى نعمل الورق بتاعها اللي هو الاخضر، تمام؟ من تحت كده بالدوران. والناحيه التانيه نفس النظام كده. ده الورق الاخضر اللي هو تحت الكاسه. ونعمل ورقه برضك من فوق. زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نعمل الساق بتاع ايه؟ الورده. يا شباب هنعمل شكل تاني مختلف بالنسبه للشكل الرابع، شكل الورده زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجه هنبداها اللي هي اللوزه، تمام؟ هنعمل لوزه في النص. شكل الورقه اهي. دي اللوزه. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب ده شكل اللوزه من داخل الورده. بعد كده هنعمل افرح حواليها ورق كتير. نبدا مع بعضنا واحده واحده خطوه خطوه. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه دي الكاسه. دي شكل الكاسه. هنعمل الناحيه التانيه نفس النظام اللي عملنا هنا، هنعمل الناحيه التانيه برضه. تمام كده يا شباب، احنا عملنا ايه؟ اللوزه وهنا الكاسه وهنا الكاسه. بعد كده هنعمل افرع تاني حواليها. تمام يا شباب، هنعمل فرع تاني برضه فوق. ورقه تانيه. تمام؟ هنعمل زي ما عملنا هنا، هنعمل الناحيه التانيه برضك، هنعمل ورق تاني. تمام كده يا شباب، هنعمل برضك شكل ورقه تانيه او الكاسه، بقيه الكاسه بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب، تمام؟ هنعمل فرع برضك او ورقه من فوق برضك بالشكل ده الجميل ده، تمام؟ هنعمل ورقه تانيه هنا. تمام؟ احنا بقى خلصنا كده شكل الورده، هنبدا نعمل الورق بتاع الورده اللي هو الاخضر. تمام معانا؟ بالشكل ده الجميل ده، ورقه تانيه سهله جدا اهي يا شباب. تمام؟ هنعمل الناحيه التانيه نفس النظام، دي الورقه الخضراء. بعد كده هنعمل ورقه في النص. شايفين ان شاء الله يا شباب ده الشكل الخامس ان شاء الله هنرسمها باذن الله الورده البلدي ان شاء الله باذن الله وبفضل الله. في اشكال كتير جدا هنعملها ان شاء الله باشكال جميله هتعجبكم، بس ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، ونشوف ان شاء الله ثلاثه رسم الشكل الخامس. تابعوا معانا. زي ما حضراتكم شايفين اول حاجه هنعملها يا جماعه اللي هي الكاسه في الورده. هنرسم شكل الكاسه زي ما حضراتكم شايفين كده يا شباب. ده شكل الكاسة زي القلب كده. زي ما انتم شايفين كده يا شباب ده شكل الايه؟ الكاسة بتاعت الوردة. بعد كده هنعمل اللوزة بتاعتها. بعد كده هنعمل اللوزة تاني الناحية التانية يا جماعة. بالشكل دوت. هنعمل برضك اللوزه بتاعتها من الداخل من فوق اهيت. ده شكل اللوزه يا جماعه.
ده شكل اللوزه، تمام؟ عايزين نعمل بقى افرع فوق الكاسه وفوق اللوزه دي، افرع ورق. هنبدا نعمل اول واحده. بالشكل كده، متدورين كده بالشكل ده. دي اول ورقه. هنعمل ورقه ده الناحيه الثانيه زي ما عملنا على اليمين، هنعمل الناحيه الثانيه على الشمال. مع بعضينا اهيت واحده واحده، والطريقه سهله جدا بالنسبه للناس المبتدئين اللي حابب يتعلم طريقه الرسم. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، الطريقه سهله جدا، هي ما فيهاش اي صعوبه، وممكن اي حد مبتدئ، ممكن اي حد مبتدئ يعملها يعني. زي ما حضراتكم شايفين احنا عملنا الكاسه واللوزه والورقه الناحيه الثانيه على اليمين ورقه على الشمال. عايزين نعمل بقى ايه، ورقتين تانيين في النص زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل دوران كده، دي ورقه ثانيه بالدوران ده كده. تمام، نعمل بالدوران ده كده بالشكل ده. دي كده عملنا ورقه، هنعمل ورقه تانية زي دي كده بالظبط، نعملها بالدوران كده. تمام يا شباب، ده هنعمل اول واحده كده زي ما اتعودنا بالشكل الجميل ده كده، ونجيب المنحنى ده بالدوران ده كده. دي اول ورقه بالنسبه اللي هو الورقه بتاعت الورده، الورقه الخضراء. هنعمل واحده تانية برضو كده، سمع لكم شايفين كده يا شباب. هنعمل بقى واحده في النص هنا، بعد كده هنعمل الورق اخضر صغير بقيه الرسمه الجميله اهي يا شباب بالشكل الجميل ده. ده بيتعمل باللون الاخضر طبعا، الورقه الخضراء. وبعد كده الساق، دي خمس اشكال جميله جدا بالنسبه لاشكال الورد، خمس اشكال. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله هنعمل اشكال جميله جدا، واول مره ان شاء الله هنزلها على اليوتيوب. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه اذا عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.